ابوك يعتبرك او امك يعتبرونك صغير وقلبك وقلبه عليك وقلبه عليك فانا عليك. مره من المرات يعني يمكن هذا القصيده اول مره اقولها يعني شكت لي بعض الامور بقول جزء منها قلت انسي زمان راح حنا هل اليوم انسي زمان راح حنا هل اليوم واستانسي لا يمضي العمر كله كثر الغثاء يرمي على صدرس هموم وخاف يرثبس على الطول عله ويصير جرحس داخل الصدر مكتوم ولا نلاقي يا الحبيب هدوله وانت الغلا حبت على القلب مرقوم محس صدرت والصدري محله يزيدني همت على همي هموم ويغدي الحشا سنه على جال سنه على جال مله ما يهون علي الوالده شوفت تيوب دمعت على خدت نظيرت يهله ما يهون علي قلبت من الهم من الفرح محروم شالت كثير ما شكى ثقل حمله يبدا الفرح وهو من الفرح محروم ويخفي عن عيون الحسودين عله اللي على المعروف جازوت باللوم عده وسكوتت عن خطاهم مذله وانتي تحرين الفرج دايم الدوم ترجين عسى ما ضاع يرجع الحله يا الوالده هذا زمان به غيوم كل شيء عقب اول تغير محله ضع الوفا واصبح مع الناس معدوم سمن خليل تغير ضع الوفا واصبح مع الناس معدوم ما ادري ايش اقول لكن على ما قال ما ينفع اللوم ما يبري الوجعان كثرة تدله ليت الهنا ينباع واغليه بالسوم واشريه لتس لو ادفع المال كلها امسح به دموعت وخليه لتس دوم يبقى رفي زلت محلت محله من البلاء ما طاعن الوقت لو يوم قلبي تجاذبها الهموم وتتله حتى غدا في تالي الوقت مثلوم يا ما تمنى اللي يبي ما حصل له لكن يهون الهم لو كان مركوم وسط الحشا باقي 80 عله مدام يشوفت ولو كنت معدوم قربت هنا روحي وبعدت ممله فديت انا بروحي وقلبي عن اللوم وصيلت عن كل شمس مظله وشعاد لو تسهر عيوني عن النوم من شان عينت ترقد الليل كله يا الوالده يعني الوالده تبقي لي دايم الدوم والراح عمرت دون عمري فدله يا سلام الله يسلمك صاحبي ما شاء الله عليك والله مؤثر ابو مشعل العنزي سمح.